هذه هي. And you will always be my precious daughter. شو عم هذا مشتاق. To go, sweetheart. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم العنود أو عنودي إكس أو. اليوم يا حبايب قلبي رح أكمل معاكم الحلقة الثانية من لعبة تورن أوي، بما أنها عجبتكم مرة وتفاعلتوا فيها. فقبل لا نبدأ يا حبايبي، لا تنسون اللايك والاشتراك للي ما اشترك، وتفعلون زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. وصلوا على النبي جميعا، وجيبوا لكم أكل تاكلونه أو شيء تشربونه عشان تستمتعون معاي بالحلقة، وهيا بنا نكمل اللعبة. اوكي يا حبايبي، احنا وقفنا هنا لما جت الام تقوم بنتها آسيا لان جاء دورهم في الشفت. وادري ان بعضكم ما فهم ايش السالفة في الحلقة الاولى، انهم ليش يجيبون الايام بالعكس. عرفتوا، هم قاعدين يورونا الايام بالعكس، يورونا مثلا انه والله هي ليش انحاشت من المكان الفلاني. هنا يرجعون بالزمن لورا عشان يعلمونا الاحداث وليش صار كذا. فهمت ان شاء الله انكم فهمتوا شرح البيض، فانا هذا اللي فهمته منهم. والشيء الثاني اللي كنت بقوله، لا اله الا الله، ان تراني ضبط اعدادات الصوت في اللعبة عشان يكون صوتي واضح وما يكون صوت اللعبة عالي. فيلا نكمل. هي قالت ان تبي صديقها القفاز. اتوقع هذا هو. ايوه هذا هو. يلا خذيه. I can't reach. اوكي، يبغى لي اجيب شيء اسحبه. يلا يا سلام. What a wake-up call. How long have I been asleep? Hurry, Mom's waiting. Yalla. أتوقع هي يمكن هربت من هذا المكان، بس الحين يورونا الأحداث يعني. Oh my God. Excuse me, can I get by? قاعد تقول لها ممكن يعني اعديك، لان امي يعني واقفه قدام. Of course little one, go on through. ايوه هذه هي الام. Give me your hand. How is he? Fully dry? قاعد تقول ام كيف قفازك، هل هو نشف؟ Yes, just fine. او جاف يعني قصدي. That's good. How are you feeling, Katya? Okay, هذه تعرفنا. قاعد تكلم الأم اللي اسمها كاتيا. قاعد تقول اسمها، عليهم أسامي غريبة ذا الروسيين. لوبوف اسمها، لوبوف. إن شاء الله إني قلت الاسم صح. قاعد تقول لها كيف مشاعرك أو كيف شعورك يا كاتيا اللي هي أم آسيا. يو شكلها تعبانة. قاعد تقول أنا مو عاجبني صوت كحتك، إنها مرة يعني قوية. Hey Zlata, do you still have any mustard plasters? قاعد تقول واحدة اسمها زلاتا إن هل أنت عندك أتوقع تقصد لصقات جروح؟ There are a few left, I think. قاعد تقول إن في موجود يعني. We'll give you one after our shift. Don't try to refuse. Oh girls, what would I do without you? Cute. قاعد تقول أنا ما أدري شو أسوي بدونكم، يعني هم قاعدين يساعدونها عشان إنها تعبانة وكذا. ليه يكون الأم بتموت؟ Oh hush, don't mention it. By the way, did you know that our Nadia? Okay, إيش فيها نادية؟ Side week. Stop chatting. Oh my God. قاعد يقول لها، يقول لهم زي اللي وقفوا حديث يعني. يعني قصدي تأدبوا ووقفوا حديث يعني. Don't be mad, Gunther. We barely have fun here as it is. قاعد تقول الحارزة زي اللي لا تعصب علينا، احنا يلا نلقى شيء نستمتع فيه. Diese Frauen machen mich verrückt. ما فهمت ولا شيء. Come on, sweetie. اوكي ايش يسوون؟ اوكي الحين اتحكم فيهم.
It's getting colder by the day. It's okay. Oh. We've seen frost like this before, haven't we? قاعد تقولنا الجو بدا يصير بارد مرة. I'm not cold at all. اوكي. اللي ما يا جماعة تونا استوعب لما شفت الجندي هذا اللي واقف هنا. أتاريهم عماني يشتغلون عند الألمانيين. يعني ذولي شكلهم ماخذينهم. يعني زي العبيد عرفتوا؟ يا عمري. ايش يسوون؟ يسوون جزم. I don't feel well. لا قاعد تقول انا ما احس اني بخير. I have an idea. Let's switch today. قاعد تقول انا عندي فكره خلينا نبدل اماكننا اليوم. What do you mean, darling? قاعد ايش تقصدين؟ I'll do the main work and you help me. قاعد تقول انا اسوي العمل الاساسي ودي يعني تساعديني بشيء بسيط. اوكي يعني حين انظف. ايه الا صح الا great well done. اوكي يلا الجزمه اللي بعدها. اوكي well now that they're clean you can start repairing them except that we seem to have run out of materials. اوكي قاعد تقول الام ان في شيء نفذ مننا بس ما ادري وش هو الماتيريال. Can you borrow a box from Aunt Nadia? اوكي قاعد تقول جيبي بوكس من عند ناديا. I'm on it. اوكي من ناديا اي وحده؟ هذه يا جماعه اللبس اللي لابسينه اللي عليه شعار كانه فيلق الاستطلاع. ناديا will you give us some more materials? اتوقع materials معناها زي اشكال او اغراض يعني نستخدمها في الاشياء هذه. اوكي يا اخي كيوت. Here you go. اوكي عطتنا ناديا. الله يعطيك العافية يا نادية. Now we have to patch up the holes. اوكي هنا عندنا ثلاث قطع. تمام بعدين لفي. تمام. يا بنتي. تمام. تمام. هذا آخر قطعة. Wonderful. تمام نايس. طيب. وهذه آخر قطعة. You're quite the craftswoman. So. Okay. Now I need to fix the sole. I'll get everything ready. You go fetch the toolbox. Okay. قالت أنا في شيء تبي تصلحه بس أنا أجيب لها صندوق الأدوات. وين صندوق الأدوات ذا؟ Sie haben kein Geschäft mehr? Oh my god. يعني قاعد يقول لي ادلي فيه ارجع لمكانس. معناته صندوق هنا. لحظة خلي اشوف. توقع هذا؟ ايوه. Meine Güte, where arms grow from? يا عمي كزق بلا تنمر. I'll pick everything up. Oh honey, don't worry. I'll help you. خلاص جمعناها كلها. اوكي هذه يعني زي الخالة يعني ساعدتها. كيوت. Almost done. We just have to attach the sole. اوكي. Oh my god, التحكم الزق. يلا اخر واحدة. اخيرا بريك شوي. اوكي لا ما في بريك معناته باقي جزء. No, I want to finish everything. آسيا كأنها انا ما احب اني اخذ بريك احس ما ارتاح الا لما اخلص كل شيء. يلا 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 يلا. You move, come out quickly. ايش فيه؟ ما خلصت شغلي ايش السالفة؟ قاعد تقول لآسيا ان ما خلصنا في الوقت المحدد يعني كيف هالشيء صار؟ Don't worry. It'd just fine. But now they're going to cut rations.
قاعد تقول آسيا أنهم بيسوون شيء فيهم يعني لأنهم ما خلصوا في الوقت المحدد، بس ما فهمت إيش معنى الكلمة. It's okay. I've got some saved for you. أوكي، أتوقع يمكن تقصد آسيا أن يعاقبونهم، يعني يمكن ما يأخذون أكل وكذا. You must be so tired after today. Don't worry, my dear. We'll go to bed soon and get some rest. آه كيوت الأم. يلا. So, Katya, shall we apply the mustard plasters? اي صح، هي قالت تبغى لزقات جروح الظاهر. Already heated the water. Thank you, dear. I'll just put Asya to bed and get back to you. Okay. اي عرفت ايش بتحط لها الظاهر، تحط لها زي الكمادات الحاره اللي بفوطه عرفتوا فيها مويه، لان الام تعبانه، فقالت الام بحط آسيا في سريرها بعدين اجيس. Time for us to get ready for bed. Lie down, and I'll sit with you for a while. Okay. Skina, مرة رحمتهم. Sleep, Serena. Do you hear ringing fade away? All your little shoes in here. Okay, جابونا الحين الحدث اللي صار آخر شيء. اوكي اي يا جماعة الحين يجيبون لنا لما نحشنا من الجند اللي في الحلقة الاولى اللي كان يطلق علينا، يعني اللي قبله شوي اللي لعبناه مع الام وكذا، هذا شيء في الماضي عرفتوا. It's time for... اوكي لان بربرتها زايدة صراحة. اوكي طب ما يمدينا اخذ السلاح حق الزق. انا ودي اخذ سلاح الحيوان. يو قاعد تمشي بطيء، اتوقع انها جوعانه لان تذكرت يغمى عليها. I wish we were wrapped up in a warm blanket right now. Drinking some tea. قاعد يتكلم يقول اتمنى ان احنا في بطانيه دافيه ونشرب شاي. Oh hell no، شجره متجمده. انتبه انتبه لا تزلقين. اوكي ايش في فجاه صرنا منظور اول. ايش في يا جماعه فجاه صرنا منظور اول، ايش السالفه؟ اوكي قاعد تركض. او ماي جاد ايش ايش تيرنينج باك. اوكي الهواء. اوكي اوكي الهواء معناته اجي ورا الصخرات. بسرعة بسرعة بسرعة. عانيت في ذا المنطقة كل شوي أطير منها. يلا يلا يلا. بسرعة بسرعة بسرعة. واو أحسها جمدة وأنا ما لي دخل، حسيت بالبرد. بسرعة 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 بسرعة. حتى في فأس يا جماعة مرة حلو. يلا 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 يلا. Oh my God وين رحت أنا؟ I don't see anyone. Any idea how to get in? Oh my God. الفاس الفاس. بسرعة خذيه عشان. Right. Oh my God. Let's not get upset. متجمد. أوكي أدخل مع الدريشة. أيوة. We can't get in this way either. يا ليل وش ذا الحال الزق. If that axe wasn't broken. أوكي أرجع هنا. We could use it to. إيش؟ ورا سكت. اوكي هنا 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 كنت حاسه ان نلقى فوق البيت او الكوخ قصدي. Let I see a way in. ياي اخيرا دفى شوي. يو ظلام مره ما اشوف شيء. ايوه يو يا عمري شكلها بردانة مرة. Well, it's not much warmer here than it is outside. بس على الأقل داخل الكوخ أنت يعني مو بنا جمدة زي تو. أوكي نسيت إن هي تكتب في المذكرات. والله معليش ما عندي استعداد أقرأ كذا الأشياء مشورة. أوكي يعني الجماعة قاعد تكتب في مذكراتها الأشياء اللي تصير لها وإحنا أوريدي عارفين القصة يعني ما يحتاج إن أقرأ. أوكي إيش هذا؟ Hey. You're pretty good at skating yourself. ما فهمت.
Sadly, we don't have time right now. سكيتنج تزلج على الجليد لان شوف هذه الجزمه حقت الجليد. Okay. This cabinet was dragged here. It's a blizzard out there. قاعد يقول كويس ان الدولاب هذا هنا لان زي اللي صاد الهواء لان شوفوا في فتحه وراء. اوكي طيب وبعدين في شيء هنا وراء ولا ايه في هنا علامه ايش اسحب هذه يعني ولا ايش ايش هذا يع صرصور لا تقولي تاكل صرصور Oh, he obviously stuffed himself and fell asleep. Leave جمد. it be. بس هذه كيف؟ Someone put a lot of effort into barring this. معناته في شيء مهم. Maybe we shouldn't open it. Okay, okay. يبغى لي أجيب شيء أفتح فيه هذا لأنه واضح إنه في شيء مهم. Okay. لحظة هنا كان في علامة طالعة. I agree. أيوة شفتوا. It's not good to go through someone else's stuff. But don't worry, we won't take more than we need. Okay, قاعد يقول هو إن إحنا بناخذ الأشياء اللي نحتاجها بس. Okay, أيوة هذا توقع بيفيدني في المسامير. Father had a chisel just like this one. Okay, nice. ما له داعي البربرة الزايدة. Over, يسولف على كل شيء يا أخي بثر. أيوة وكبريت. The matchbox is empty. Empty. That's too bad. فاضي. We should keep looking. اوكي هنا just أيوة. a bit more يلا يلا yeah it worked هنشوف ايش في داخل حق الشمع what an unusual candelabra طيب رسائل of some sort the language doesn't look familiar let's hope they're we have no choice Paper is paper. اتوقع يقصد واضح اني مره تحمست. واضح انه يقصد ان يعني هذا الحل الوحيد ان اتوقع ناخذ الورق الظاهر نستخدمه في النار. اتوقع انا هذا اللي جاء في بالي. يا سلام. يلا حط الاغراض. Let's look for matches. يقول لازم نبحث عن كبريت. أيوة. Scooping snow in a mug? That's a great idea. أي والله ذكية. Once we warm it up, we'll have a hot drink. والله ذكية البنت راحت عن بالي خذت ثلج وعشان تعبيه وبعدين تحطه على النار عشان يذوب يصير موية حارة يعني موية مغلية. Let's get the stove going first. Then we'll sit in the rocking chair. Okay. Otherwise, you'll freeze. اوه ماي جاد يقول انت تتجمدين وراح تقعدين على الكرسي بعد ما نسوي الاشياء المهمه في صوت تو طلع ايوه why is the floor creaking so loudly في شيء هنا تحت يا رب انه في شيء مهم here. I'd really like to see what's down there اوكي بيسمنت قبو اوكي يمكن نلقى شيء هنا مهم Let's take a look. Okay, في رسالة. Okay, لقينا كبريت. Okay, قاعد يتكلمون هذول اللي كانوا ساكنين هنا وقاعدين ظاهر يتكلمون إن هي إن في واحدة كانت حامل وهذا وجابت بيبي اسمها أنا. Okay. طيب بس يعني مو في شيء مهم. أهم شيء لقينا كبريت يا عمي. There's some matches here. Hooray! Okay, انطم سوالفك واجد تراك. تسولف واجد No. We're not going to burn any books. يقول لنا ما نبغى نحرق كتب. Plus, يا عمي. They're damp. They won't catch fire. الظاهر قاعد يقول لنا زي اللي ما ادري في شيء في الكتب بس يقول لنا ما راح يعني يشتعلون بالنهاية فما راح تفيدك. اوكي. ايش هذا؟ A familiar ersatz coffee. Not tea, of course, but it'll do. Nice, زي القهوة. حلو عشان نسوي زي المشروب. Oh my god. عشان كذا هي كانت كاتبة إن تركونا وما حد يعني جاء انقذنا.
يا جماعة ماتت لدرجة صارت هيكل عظمي. A sleeping baby is a mother's greatest joy. Let's not wake them. يو حرام. يا سلام. Hooray, it worked. أخيرا. يلا سك الفرن. We did it. Well, let's brew our drink. يا معلش يا جماعة أنا سكب لأنه قاعد يقول أشياء تافهة يعني ما يحتاج إني يعني مستحيل ما في أحد ما يعرفها. Well, we just need to wait for it to melt. أوكي الحين نستنى. أيوة الحين نستنى هذا يذوب. أيوة أيوة والله ذاب. بعدين نحط الكوفي. It's not boiling just yet. أوكي. يقول إنه توه ما انغلى كثير. Now we just need to add the coffee. الحين أوكي. Oh. Nice. It's dark as night, and it smells so good. يقولنا ريحة المكان حلوة. It's hot. Okay. يقول انتبه إن الكوب حار. Well, let's get comfy in that rocking chair. Okay. الحين يقول يلا. أوه يحس المكان دفى. Okay. الحين يقولها قاعدة في الكرسي وروق المانجا. Now we can finally relax. Let's take out the dried bread that you saved. Oh. قاعد يقول لها طلع الخبز الناشف اللي لقيتيه. Oh my god, جاء الفار البثر. It must have followed the smell. Shall we give our neighbor a treat? يقول انه شم ريحة الظاهر انه هي زي اللي حمصت الخبز على النار عشان يصير حار. فهل اعطيه ولا ما اعطيه؟ هو صراحة مو من كثر الاكل فما راح اعطيه انا اسف. Sorry little fella. War is war. اوح قاعد يقول انه يعني الحرب حرب اني احنا يلا نلقى Maybe اكل. Maybe the two of us could stay here until spring. Come on, take out the letter. I really want to hear it again. وش ايش رسالة ايش؟ ايش؟ اوكي اتوقع هاي مذكراتها يا جماعة. There are no words to describe how much we miss you. رسالة ابوها. Germans haven't made it to our village yet. There's still bread and fresh milk. What more can we ask for? I can't imagine how you must feel out there in a foreign country. But I'm happy that you're alive. Aww. I hope this nightmare will be over soon. We love you and we're waiting for you here in our village. Your Yoresh. Your grandma, Aunt Lida. Oh, Gorka. Sweet dreams, my darling. اوكي مو ابوها طلعت اقارب طلعوا اقاربها اوكي مساكين وضعهم مره زق الحين رجعنا بالزمن اللي ورا عرفتوا كيف يعني هم يجيبون لنا الاحداث الحاليه وبعدين يرجعون بالزمن اللي ورا يعني ايش صار وقتها فهمتوا كيف ايوه شكل في شيء صاير انا اشوفها قاعد تركض Excuse me, have you seen my mother? اوه الام اختفت Sorry sweetie, I haven't seen your mother. Don't look so gloomy sweetheart. Your mother will be back. She couldn't have gone far. اوكي اوكي بربرتها زايدة قاعد تقول ان اكيد ما راحت بعيد. يا عمي وش اللي اريح في السرير ان امس بترجع؟ اكيد الام صار فيها شيء انا متأكدة انها ماتت. لان لا تنسون انها تعبان ايوه. It feels like all of this already happened. I need to find mom. Okay. Okay. إيش السالفة؟ هذول اللي يشتغلون. طريقة التحكم غريبة. Oh my god. الله يستر لا يكون الأم فيها شيء. Oh my god شو السالفة أثاري في رجال بعد يشتغلون مو بس حريم Oh my god يا جماعة وربي خفت Silent Hill الأم يو شو صار ليه كنت فجر المكان ليكون تفجر المكان
والله جماعة تحمست، خلصونا وروني. والله اني كنت حاسة رموا عليهم قنبلة الظاهر او صاروخ. وش صار؟ وينها؟ اوه ماي جاد، تكفون لا تقولون لي انها ماتت. قاعد تقول لا تعذبين نفسك، ان هذا مو غلطك. اوه ماي جاد، ايه يعني ضربوهم بصاروخ. قاعد تقول ذكرنا كنا نلعب غميضة، ان الوضع الحين نفس الشيء. بتاخذ السيكل وتهرب صح؟ لا. يا اخي صوت الام اللي تأدي الصوت، صوتها كذا مريح مرة. عرفت الحين انا ليش انحاشت، لان اساسا فجروا المكان فبسهولة راح تنحاش. Oh my god، افقع اخوي عامر. اتوقع يا جماعة يمكن خلاص ان قصدهم ان الام ماتت، فبس ما جابوا شكلها، فالحين آسيا بس تهرب من المكان لان المكان خطر. يا الله الله، لا تسخط السيكل صراحة وراح يفيدنا. يوه يا جماعة والله مرة تأثرت. لحظة ليه كنت تحلم؟ اوه ماي جاد، وين رجعنا؟ هذه هي؟ جماعة والله هذا مش ذا. مش عارفة ليش يا جماعة. رحمتها. يعني هي كانت تهرب بس أساسا يعني أمها ميتة. يا الله يا الله يا جماعة، والله شيء مرة يعور القلب. Happy birthday my daughter, may you always be warm in this. يا جماعة مرة كيوت، هذه هدية الأم قاعد تقول لها ميلاد سعيد يا بنتي، إن هذه يعني هذه الطاقية لك عشان يعني عشان البرد وكذا فتكونين متدفية. جماعة مرة مرة رحمت الأم، اللهم موتتها مرة تقهر. والله أول مرة دموعي تطشر كذا على طول. وش صار؟ يا جماعة أدري فجعتكم فجأة، قاعد تصيح. والله العظيم إني ماني بتصنع، أقسم بالله إن دموعي طشرت على طول. الله ياخذ اللي كان السبب، جعلها بزق ما يوقف. يا جماعة بعدين أنا أكون صريحة معاكم، والله يعني تأثرت زيادة كذا، ذكرت يعني منظر غزة. الله ينصرهم يا رب ويحميهم. والله إن إحنا بنعم يعني ما نحس فيها.
الله مسكينة، عشان كده هي الحين لحالها. طيب وبعدين كانت تحلم، مو تحلم يعني تتذكر اللي صار لها اتوقع. اوه ماي جاد، في حد جاء يا جماعه، في حد جاء. اوه ماي جاد، تكفون لا تقولوا لي جندي الماني، ما احنا ناقصين. يو خايفه هي مره، القفاز قاعد يقول لها يعني قص حسك. We must run now quietly and carefully. اوكي اوكي طيب طيب، يقول لازم نهرب بشويش. Think think. يا جماعة مو نهرب مع القبو ولا ما في مكان. لحظة، لا ما اتوقع نهرب مع القبو، القبو ما كان فيه نوافذ. اتوقع نطلع مع الدولاب صح؟ الدولاب الا شفتوا، والله اني كنت حاسة. يلا يلا، بعدين من ذا الكلب اللي يطق الباب بذا الرعب، انتبه الى يشوفه. Just be careful. فين اللي قاف؟ ابغى اشوف من ذا اللي يطق الباب. Well, spending the night there didn't work out. اوكي خلاص يعني هربنا منه. I was so looking forward to dozing off. يا جماعة اللي عجبني في اللعبة كيف انهم يغيرون المنظور من 2D لفجأة 3D ومنظور اول، مرة عجبني هذا الشيء في اللعبة. اوكي يقول انه ممكن نلقى يعني كوخ ثاني. يا جماعة والله أنا للحين مصدمة من نفسي إني صحت فجأة. Wait a minute. يا أخي الألعاب اللي كذا تأثر فيني. The Soviet plane. Oh. Maybe it's your dad, and he's flown here to find you. Okay. قاعد يقول إن هذه السوفيتيين طيارة. من الجيفي. خليني أتكلم طيب شوي. القفاز بربرته واجدة، قاعد يقول إن هذه طيارة سوفيتية، إن ممكن الحين تساعدك، إن ممكن هذا أبوك. We need to get him to notice us. Any ideas? لحظة يعني الحين حنا في روسيا ولا آسيا السوفيتية ولا شو الوضع؟ ماني فاهمة. أتمنى توضحوا لي في الكومنتات يعني إلا حس مخي. We'll figure it out later. Oh my God، يا أصوات الذيابة. الله يستر. اوه ماي جاد يا جماعة قاعد العب وانا ميتة جوع، ما ادري ليه احب اعنف نفسي. اوكي والله يبغالي وجبة بعد الصياح اللي صحته. اوكي يا جماعة اذا ما تدري وش معنى الصياح، صياح بلهجتي يعني بكاء، يعني زي البكية، مو في بعض الناس يقولون ان الصياح زي الصراخ، وهو صح يعني، بس انا اسمي الصياح بكية، احنا كذا نسميه بلهجتنا. ومرات يعني نقول اوه ماي جاد وش ذا، ومرات نقول للصياح انه يعني صارخ، يعني تجي بالمعنيين ذولي. I'm no tracker but these clear marks from a squirrel or a hare. قاعد يقول ان هذه مو اثار يعني ارنب، واضح ان ايش اثار ذيب. Wild animals. ايوه حيوانات بريه. Let's cross the river. I'm sure your dad will notice us over there. بعد انت على اي اساس قلت لنا ذا ابوها؟ ما في الا هو. كان في نور هناك. اوه نو اوه هيل نو. النحش اخوي عامر، النحش اخوي عامر يا جماعه راح نتوفى، راح نتوفى ما شاء الله قبيله كامله. اوه ماي اوه ايوه. Just what you deserve you mutts. احسن بسرعه بسرعه، الطياره خوفتهم. Quick. That was no soft landing. I bet your dad needs our help. اوكي والله يا جماعه شكل صدق ابوها. الحقوني. لا ما في احد يلحقني. اوكي اوكي والله شكل ابوها صدق، ولا والله ما ادري. الا ابوها. That's not dad. قلت لكم مستحيل ابوها. طيب Thank you.
اوكي. A little girl in the forest? هذا اسمه ايغور او ايغور. يقول طفلة صغيرة في الغابة. I came to help. يقول تقول انا جيت اساعدك. So you're Russian. اي. I should be the one helping, but I got myself into a bit of a mess here. يقول اذا انت روسية مفروض انا اني اجي اساعدك، لكن انا دخلت نفسي في يعني زي فوضى قليلة، في يعني في فوضى قليلة كذا. What's your name? يقول ايش اسمك؟ آسيا. آسيا. And I'm Igor. Igor. Nice to meet you. اوكي. يقول تشرفت معرفتك. Let's build a fire before you and I freeze out here. يقول لازم نشب نار عشان ما يعني نتجمد انا وياك. I have matches. Nice. The map won't be of any use, I think. اوكي. The problem is I can't stand up. اوه. قاعد يقول انا عندي كبريت وعندي خريطة ما احتاجها، فيعني زي اللي نولع فيها عشان تشب يشبون النار، وقال اني ما اقدر اوقف، يعني هذه مشكلة، توقع رجلة مكسورة. So you're going to have to find some dry branches. اوكي. يقول لازم تلقين اغصان ناشفة او يعني جافة عشان يمدينا نشب النار. والله يا جماعة اني بديت افهم انجليزي ما شاء الله، الترانزليشن عندي يعني روعة. ترجمة فورية. اوكي. الحين قال يبغى لنا نجمع اشياءات وكذا. اوكي يا جماعة، ادري اني وقفت في يعني في منطقة مرة حماسية وذا، بس احس انها مرة يعني كافي لعب لين هنا، واشوف انه يعني نخلي للحلقة الجاية ان شاء الله. ولا ادري صراحة هل الحلقة الجاية بتكون اخر حلقة ولا في حلقة رابعة، الله اعلم. انا بلعب ولين ما اختمها، صراحة مرة اللعبة عجبتني وصراحة مرة اثرت فيني. فقبل لا ننهي يا جماعة الخير، لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة، أشوفكم بإذن الله في الحلقة الجاية.